السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم رامب على الريفت. هاجي من الاركتكشر واقول له انا عايز ارسم رامب، وبعد كده احدد الرامب ده هترسم منين لفين. هرسم دلوقتي لاين عادي، فاقول له ده خليه من ليفل واحد لليفل واحد متر ونص، وابدا ارسم الرامب بتاعي بالشكل دوت واقول له اوكي. الرامب دوت اقدر اعمله موف في اي وقت، هنقله مثلا من هنا لهنا. تمام، تعال نبص على الاكستنشن. خلينا نقيس دي اي عشان ارسم دايمنشن من هنا لهنا اللي هي 1500. طيب ممكن اجي برضو على الرام دوت واقول له اقلبه لي واقول له جو تو فيو، هلاقي ان هو اتعكس. عشان اتحكم في الويتس دوت ممكن اجي هنا اقول له ده خليه مثلا 1500، تمام، فلاقيه بقى عريض شوية. ممكن اقول له انا عايز اعمل ايديت وابدأ اعدل فيه زي ما انا عايز بالشكل دوت. تمام، طيب ممكن ادخل برضو ايديت تايب وبقول له هنا الماكسيمم، ده اطول حاجة الرام بيقدر يكملها انكلود لينث، وده الرام عايز واحد على اكس مثلا، واحد على اربعة، واحد على 12، زي ما انت عايز، بحيث تحدد الميل بتاعه هيبقى قد ايه. تمام، طيب الطريقة التانية إن أنا أقول له أنا عايز أرسم الرامب وأقول له أنا عايزه على هيئة قوس، وبحدد له أول حاجة نقطة السنتر بتاعي. تمام، بعد كده بقول له البداية بتاعتي هتبقى من هنا وهتبقى لحد هنا. تمام، وأقول له أوكي، فبيرسم لي الرامب. طب في طريقة تانية إن أنا أرسم الرامب غير كده؟ أه، في طريقة طريفة جدا وساعات بستخدمها كتير. يعني ده انا اقول له انا عايز ارسم فلور، وبعد ما ارسم الفلور اعدل الفلور بحيث يبقى فيه ميل. تمام، اقول له مثلا انا عايز ارسم الرمب بالشكل دوت، حددت نقطة البداية نقطة النهاية، رسمت القوس بتاعي بالشكل دوت. تمام، طيب وبعد كده ممكن بكل سهولة اقول له انا عايز اعمل اوفست، حدد الاوفست قد ايه اهو بالشكل دوت. تمام، وهكمل الخط بتاعي من هنا لهنا ومن هنا لهنا. تمام، واقول له فينش. تمام، طيب الحاجه دي اختفت. اه، يبقى انا في عندي هنا الجزء دوت اللي هو كروب فيو. طيب هاجي احرك الشكل بتاعي هنا، ادوس رايت كليك واقول له جو تو فيو. تمام، اه بس ده كده فلور عادي، يعني مش متحرك معايا. طب اعمل ايه؟ هقول له موديفاي سب اليمنت، يعني انا عايز ابدا اعدل، هاخد النقطتين دول وابدا احركهم. تمام، ممكن يعني النقطه دي مثلا اقول له دي خليها 2 متر، ودي برضه اقول لها دي خليها 2 متر. موديفاي 2 متر. طيب تعالى بقى نشوفها بقى في 3 دي، وممكن تعدلها في 3 دي وممكن تعدلها في 2 دي زي ما انت عايز. خلينا نشوف في 3 دي هتبقى عامله ازاي. تمام، طيب لو انا عايز اغير هنا كده، عايز اخلي فيه نقط زياده، بكل بساطة add point وتبدأ تضيف نقطة هنا ونقطة هنا، والنقط دي تقدر تديك تحكم كل نقطة فيهم، تقدر تيجي تعمل select عليها اقول له modify، اقول له النقطة دي مثلا بدل ما هي 1100 خليها 1200 مثلا. تمام، والنقطة دي برضو كذلك. دي خليها 1000، فزي ما انت عايز بقى، عايز انت تخلي في ميل الناحية دي في ميل الناحية دي، تبدأ انت تظبط الرامب زي ما انت عايز، تقدر تعدل فيه. فالفلور، ومش غلط ان انت تعمله فلور، بيديك تحكم في الشكل زي ما انت عايز.